أحبائي يسعدني جدا أن أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج إنجيل الله الخبر المفرح أو بالحري الأخبار المفرحة لنا من الله إن قبلنا المسيح مخلصا لنا الكثير من الأخبار المفرحة التي تسعد حياتنا إن صدقناها بالإيمان بنشرح الإنجيل من رسالة روميا الأصحاح الثامن وصلنا إلى جزء في غاية الأهمية قال عنه جون ستوت انه لم يصل بولس الى قمه في كتاباته كما وصل الى هذه القمه في روميه 8 ابتداء من عدد 31 لعدد 39. تعالوا مع بعض احبائي نقرا هذه الاعداد بس ارجوكم واحنا بنقراها نحط في ذهننا ان الرسول كان بادئ يقدم مشجعات للمؤمنين على الرغم من الالام التي يجتازوا فيها، معونات وسط الآلام وشاف الرسول أمور كتيرة ممكن المؤمنين يتشجعوا بيها وقالها لنا وكتبها لنا واحنا من حقنا نتمتع بيها قال لنا انه في وسط الالام عندنا شفاعة روح الله واكد لنا عظمة سلطان الله على كل الظروف واكد لنا على انه قصد الله مفيش قوة هتمنع اتمامه فينا فنحن أولاد الله روح الله يشفع فينا عندما نتألم وسلطان الله يطمئن بأنه سيجعل كل الأشياء تعمل معا لخيرنا ثم استعرض أمامنا القصد الإلهي وكأنه بيقول فين القوة اللي ممكن تمنع الله عن إتمام قصده وبعد ما قال الكلام الجميل ده كله كان لابد أن يصل إلى هذه الأنشودة فماذا نقول لكل هذا؟ نقول إيه قدام عظمة هذه الإحسانات؟ تعالوا نقرأ مع بعض إيه اللي قالوا بعد كده وهو بيكشف عن نصرة الله على كل شر وكل ألم طالع من الخليقة، وإزاي إن الله يستطيع في النهاية أن يجعل كل الأشياء فعلاً تعمل معاً لخير أولاده. نقرا من رومية 8 عدد 31 لعدد 39. فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله معنا فمن علينا؟ الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لاجلنا اجمعين كيف لا يهبنا ايضا معه كل شيء من سيشتكي على مختاري الله الله هو الذي يبرر من هو الذي يدين المسيح هو الذي مات بل بالحري قام ايضا الذي هو ايضا عن يمين الله الذي ايضا يشفع فينا من سيفصلنا عن محبه المسيح اشده ام ضيق ام اضطهاد ام جوع ام عري ام خطر ام سيف كما هو مكتوب اننا من اجلك نمات كل النهار قد حسبنا مثل غنم للذبح ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي احبنا فاني متيقن انه لا موت ولا حياه ولا ملائكه ولا رؤساء ولا قوات ولا امور حاضره ولا مستقبلة ولا علوة ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا يمكنني أحبائي أني ألخص هذه الأعداد العظيمة والتي تحتاج إلى دراسة متأنية ومتأملة من كل مؤمن علشان يقدر يستمتع بالإعلان اللي فيها أقدر أقول أن الرسول كشف عن خمس قناعات عميقة في قلب كل مؤمن تشجعه وسط الألم أعقبها بخمس حتميات لابد أن تتم حتميات ما فيش مجال إنها ما تتمش لأنها مرتبطة بقصد الله ثم يتبعها بخمسة تحديات هقولهم تاني خمس قناعات خمس حتميات خمس تحديات ما هي القناعات الخمسة ثم ما هي التحديات الخمسه وفي بينهم الحتميات الخمسه؟ القناعات الخمسه قال وانا كمؤمن بتألم متأكد ان الله يجعل كل الاشياء، الله بيتداخل، الله مش بعيد وارجو ان القناعه دي تكون قناعتك عزيزي المشاهد، وانت بتتألم الله مش بعيد، انا متيقن ان الله بيتداخل، الله يجعل ده النص الأصلي أو الترجمة الدقيقة القناعة الثانية إن الله يجعل كل الأشياء ونحن نعلم أن كل الأشياء مش بس أنا عندي إيمان إن الله بيتداخل لكن عندي إيمان جميل تاني عندي قناعة مهمة إنه بيتداخل في كل شيء في كل صغيرة وكبيرة بيتداخل في سقوط الإمبراطوريات فنبوخذ نصر اعترف بكده وقال له انت تعزل من تشاء وتنصب من تشاء لكن مش بس بيتداخل في سقوط الامبراطوريات المسيح علمني انه متداخل في سقوط شعره من راس مؤمن قال المسيح شعره من رؤوسكم لا تسقط بدون اذن ابيكم قال انه يتحكم في ممالك العالم وايضا يقوت عصافير السماء يقوت طيور السماء الأبوكم السماوي يقوتها هل عندك هذه القناعة عزيزي المشاهد؟ هل تؤمن أن الله غير بعيد إنه متداخل؟ والقناعة الثانية هل تؤمن أنه متداخل في كل شيء؟ نحن نعلم أن كل الأشياء القناعة الثالثة عندي إيمان غير عادي إن دام الله متداخل ومتداخل في كل الأشياء فهو يجعلها تعمل معا للخير. حاشا لله احبائي من ان ايده تتمد في حاجه عشان يطلع منها في النهايه شر. الله هو الصالح المطلق الصالح الوحيد عظيم في صلاحه. قال له النبي ما اعظم جودك يا رب، جودك يا رب الذي ذخرته لخائفيك. وفعلته للمتكلين عليك تجاه بني البشر. احبائي ما فيش في قلب الله ذره من الاذيه، لكن قلب الله كله خير. وهو عندما يتداخل ويتداخل في كل الاشياء اكيد اخره تدخله خير. كثير بنحب اشخاص ونكون اختبرناهم في مواقف مختلفه. وعرفنا أصالة معدنهم ونقاوة دوافعهم وقلبهم اللي مليان بالحب والخير فكتير لما نلاقيهم اتدخلوا في مشكلة أقول مدام فلان اتدخل يبقى خير ومرات تانية بنعرف أشخاص تانيين بنكون بنتوجس خايفة منهم وبنبقى عارفين إن دوافعهم مش كويسة وبنقول مدام فلان دخل فيها يعني الموضوع يخيف ما خير طب يا ترى لما الله يتدخل من أي نوع تطمن له بتشعر انه ما دام اتدخل يبقى فيها خير؟ كتاب بيقول كده ان الله يجعل كل الاشياء تعمل معا للخير. القناعه الرابعه والتي ذكرناها من قبل انه يجعل كل الاشياء تعمل معا للخير مش لكل الناس لكن للذين يحبون الله. اللي دخلوا في ملكوته واصبحوا خاضعين له. والقناعه الخامسه انه يفعل كل هذا مع الذين يحبون الله لانهم مدعوون حسب قصدهم عنده قصد وبالتالي حتى لو سمح بالالم او لابد ان احنا نعدي في الالم لانه زي ما قلت في حلقات سابقه احنا جزء من الخليقه اللي بتئن وتتمخض لكن مش ممكن الالم يعطل الله عن اتمام قصده فعندنا خمس قناعات لا تهتز الله يتداخل يتداخل في كل شيء اخر التدخل دايما خير انه يفعل هذا مع الذين يحبونه ثم اخيرا لاننا مدعوون حسب قصده ثم عندنا خمس حتميات ايه الحتميات الخمسه اللي, اللي تخليني متشجع ومطمئن في وسط الالم الحقيقه حاجات شفتها واختبرتها ان كنت عرفت المسيح مخلص اولا ان الله اختار وما دام الله اختار وعين ودعا وبرر لابد ان يمجد، فقال لنا ان في حتميات خمسه، كان لابد ان الله يختار، وعين لقصد معين من اختارهم، ثم دعا من عينهم، ثم برر من دعاهم، والحتميه الخامسه انه لابد ان يمجدهم، ومع ان التمجيد امر مستقبلي، لكن تكلم عنه في صيغة الفعل اللي بيسموه في اليوناني أورست فيرب يعني فعل نهائي يعني ما بيتكررش مجدهم اعتبر ان التمجيد انتهى لانه جزء من حتميات خمسة بدأها الله وما قوة تعطلوا عن اتمامها لكن نأتي في النهاية الى التحديات الخمسة بقى الواحد بعد ما يتأمل في الحاجات دي كلها ويعرف ان ربنا ليه قصد وانه ما قوة هتمنعه عن اتمام قصده بسبب هذه القناعات التي تملأني وإدراكي للحتميات اللي لابد أن تتم يصل الرسول إلى سلسلة من أناشيد وأهازيج التحدي بقى خلاص امتلأ قلبه بالإيمان ومع أنه كان بيشوف أعداء كثيرين من قبيل شدة وضيق واضطهاد وجوع وعري وخطر وسيف والحاجات دي كلها سملنا سبع أعداء وبعدين اتحدى بعدهم عشرة تانيين يعني سبعتاشر عدو بيذكروا هنا قصص ألم مرعبة عدى فيها لكن كل ده لم يقتل ترنيمته ولم يخنق فرحته انطلق مغنيا مهللا فرحا على الرغم من كل الألام التي يكتاز فيها بناء على إيه التحديات برضو الشيء الجميل في بولس أنه بيقول التحديات مبنية على أساس منطقي وضع تحدياته في صورة خمسة أسئلة لا يمكن الإجابة عنها أسئلة بلا إجابة السؤال الأول وضعه الرسول بيقول إن كان الله معنا هذه هي الفرضية الأساسية لقد علمت أن الله معي أنا هذكر الخمس أسئلة التي لا إجابة له وبعدين نتناولهم بالتفصيل قال إن كان الله معنا فمن علينا؟ مين يجاوبني؟ مين علينا؟ إذا كان الله في صفنا من يقدر أن يقوم ضدنا؟ من علينا؟ ده السؤال الأول السؤال الثاني قال الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لاجلنا اجمعين لقد وصل الله في عطائه ان يعطي ويعطي ويعطي بحب حتى اعطى ابنه. طب اللي اعطاك ابنه ممكن يستخسر فيك ايه؟ قول لي، جاوبني اسئله بلا اجابه. اللي وصل بيه الامر ان يضحي بابنه من اجلك ممكن يمنع عنك ايه؟ كيف لا يهبن ايضا معه كل شيء السؤال الثالث برضو سؤال بلا إجابة سؤال عجيب بيقول من سيشتكي على مختاري الله إذا ربنا اختار ناس وقال دول هصنع فيهم ومعهم إحسانا عظيما اختارهم الله مين يقدر يقدم تهم شكاية عليهم وكأنه بيقول له ربنا أنت كنت غلطان في اختيارك من سيشتكي على مختاري الله سؤال بلا إجابة لا يقدر لا إنسان ولا شيطان يشتكي على مختاري الله شكوى تعطل إتمام ممكن الشيطان يشتكي وكل شكوته مرفوضة قدام الله لكن فين الشكوى اللي ممكن تمنع الله من إتمام قصده في ناس هو اللي بدأ واختارهم هل كان الله غلطان في اختياره هل كان الله يعني مش واخد باله؟ هل اللي اشتكى ده ورى ربنا حاجة ما كانش ربنا شايفها؟ طبعا كلام سخيف سؤال بلا إجابة السؤال الرابع سؤال في غاية الأهمية بيقولك الله هو الذي يبرر الله هو الذي يبرر من هو الذي يدين؟ مين يقدر يستذنب إنساناً برره الله؟ إذا كان ربنا أعطاك التبرير مين يجرؤ؟ أن يدينك الله هو الذي يبرر فمن هو الذي يدين برضو سؤال بلا إجابة سؤال عجيب وآخر سؤال في غاية الجمال قال لك المسيح المسيح ده بيحبنا قوي ماذا فعل المسيح معنا قال لك المسيح الذي من فرط حبه مات لأجلنا ومن فرط قوته قام ومن فرط عظمته جلس في يمين العظمة في الأعالي ومن فرط مشغولياته واعتنائه بنا جلس على العرش ليشفع فينا ده المسيح ده المسيح وموقفه مننا طب عندي سؤال بقى بعد ما لك ان المسيح بكل الحب ده من ناحيتك مات وقام وجلس وقاعد فوق بيشفع فيك من سيفصلنا عن محبة المسيح خمس اسئلة بلا اجوبة ارجوك انك تشوفهم معايا على الشاشة عزيزي المشاهد وترددهم وتحفظهم وتستمتع بهم ان كان لك اختبار حقيقي مع المسيح، من علينا؟ كيف لا يهبنا ايضا معه كل شيء؟ من سيشتكي على مختاري الله؟ من هو الذي يدين؟ من سيفصلنا عن محبه المسيح؟ خمسه اسئله بلا اجابه تحديات يستطيع اي مؤمن حقيقي بالرب يسوع ان يغنيهم ويرددهم علشان في النهايه يرنم الترنيمه الحلوه يعظم انتصارنا بالذي احبنا اعتقد تشتاقوا معي احبائي المشاهدين ان نفهم هذه التحديات الخمسه باكثر تفصيل فابقوا معي بعد هذا الفاصل سعدنا أحباء أن بكم مجددا وأستكمل معكم حديثي عن هذه الأسئلة التي بلا إجابات خمس أسئلة يطرحها الرسول يتحدى بها إن كان أحد يستطيع أن يجيب عنها وكلها أسئلة نابعة من قلب متألم لكنه فرحان قلب يعيش الألم في أقصى صوره لكنه مملوء بالرجاء واليقين في أعظم صوره الخلطة دي ما يعملهاش غير الإيمان بالمسيح لا يمنع عنك الألم لكنه يجعلك مملوءا بالرجاء واليقين والثقة في صلاح الله وبناء على حقائق ثابتة ومنطقية تعالوا نشوف مع بعض السؤال الأول اللي طرحه واللي ملهوش إجابة بيقول إن كان الله معنا فمن علينا ده السؤال الأول الحقيقة كلمة معنا هنا كلمه مش دقيقه في الانجليزيه تترجم فور اس يعني لو حبينا نترجمها ادق نقول ان كان الله لنا فمن علينا ايه اللي يقصده الرسول بكلمه ان كان الله لنا عايز يقول يا جماعه من العرض اللي عرضته قبل كده ولا سيما في عدد 30 و31 ان الله اختارنا وعيننا علشان نكون مشابهين صوره ابنه وعين ابنه انه يكون بكر بين اخوه كثيرين هم احنا. والجماعه اللي اللي احبهم دول واختارهم وعرفهم وعينهم دعاهم وبعد ما دعاهم عمل مشروع عظيم جدا لتبريرهم، بررهم وكمان هيمجدهم او شايفه مجدهم بسبب انه ما فيش قوه تمنع الله عن اتمام ما قصد. مش انت حاسس كده ان الله في صفنا قوي؟ الله لنا قوي. دي الحقيقه احبائي مش الله بس معانا الله لنا اي في صفنا وقف من اجلنا وده على العكس تماما من الوضع الذي كنا فيه بسبب الخطيه بسبب الخطيه اقدر اقول صار الله ضدا لنا ولما اقول صار الله ضدا لنا ارجوك ما تفهمنيش غلط مقصودش ان الله كان بيكرهنا لانه لو بيكرهنا طب ليه ارسل ابنه لكي يخلصنا ده حبنا ده بقول هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه يبقى واحنا في حاله الخطيه ربنا احبنا طب ازاي اوفق انه كان بيحبنا وكان ضد لينا الحقيقه مش صعب ان انا اوفق بس لو قدرنا نفهم جزئيه صغيره الله اب محب وكمان الله قاضي عادل الله ملك عظيم وصاحب سلطان ومشرع خطير وكبير هو الذي شرع الوصايا والقوانين وهو الساهر على اتمام هذه القوانين اذا الله اب محب والله قاضي عادل ما تنساش العبارتين دول اب محب وقاضي عادل وعايزك تتخيل معي عزيزي المشاهد انه في عندنا أب محب على الأرض إنسان أب رقيق المشاعر حنون جدا على أولاده لكن في نفس الوقت وظيفة الأب ده أنه قاضي وفي يوم من الأيام وهو على منصة القضاء عرضت عليه قضية متهم فيها إنسان مجرم تعدى على حقوق الآخرين وكسر قانون الدولة وطلع هذا الإنسان ابنه طبعا القوانين عندنا دلوقتي تمنع انه, إنه يكون القاضي هو الاب علشان ما يكونش فيه يعني مصالح بين الاثنين وعلشان نزاهه الحكم، لكن لو افترضت جدلا ان الاب راجل امين جدا للقانون وابنه معروض عليه كمتهم، هذا الاب بكل الحب ناحيه ابنه موجود كاب، الحب ما اتغيرش كاب، لكن في الحاله دي ابوه اللي بيحبه ضده، ضده للظرف اللي موجودين فيه ان الابن متهم والاب قاضي. الله أب محب لكنه في نفس الوقت قاضي عادل بكل حب وأبواته لنا لكن عندما ارتكبنا الخطية صرنا متهمين ومذنبين في عينيه وبالتالي عدالته تحتم أن يكون ضدا لنا إزاي تتحل المشكلة دي إزاي الله اللي بيحبنا وبسبب عدالته بضد لينا إزاي يقدر يكون بيحبنا ولنا في صفنا الحقيقة ما كانش في حل غير أن يأتي المسيح ويموت بدلنا عندما مات المسيح من أجل ذنبنا في هذه اللحظة شق الحجاب حجاب الهيكل وتحول الله من أن يكون ضدا لنا إلى أن يصبح في صفنا الله لنا لكن عايزك كمان عزيزي المشاهد وانت بتتغنى معايا بالكلمة الحلوة دي وأتمنى انك تحفظها وتقول إن كان الله لنا يعني بيقي في صفنا عايزك تحطها وسط عبارتين تانيين حلوين قوي أقدر أقول الله معنا الله لنا الله فينا هذا ما عمله المسيح المسيح بتجسده جعل الله معنا وده اللي قاله النبي إشعياء في نبوته والأصحاح السابع يدعى اسمه عمانوئيل لما العذراء تحبل وتلد ابنا يدعى اسمه عمانوئيل والرسول متى في بشارته الأصحاح الأول قال عمانوئيل يسوع اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا فالرب يسوع عندما تجسد جعل الله معنا وده كان شيء الحقيقة ما يحلمش به بنو البشر هل الله الذي السماء وسماء السماوات لا تسع مجده يأتي ويسكن مع البشر ويصير بيننا حل بيننا خيم ونصب خيمته بيننا الكلمه صار جسدا وحل بيننا اذا المسيح بتجسده جعل الله معنا لكن المسيح بموته على الصليب جعل الله في صفنا جعل الله لنا وده شيء أسمى وأعظم جدا وامتياز آخر أكثر من أن الله يكون معنا لكن مش قادر أقرب منه ولسه هو ضدي بسبب شري وفسادي لكن المسيح الذي بتجسده جعل الله معنا المسيح بموته الكفار على الصليب جعل الله لنا لكن يبقى شيء أخير وجميل المسيح بعدما مات قام وصعد وجلس على عرش الله وأرسل الله الروح القدس ليسكن فينا وعندما سكن الروح القدس فينا نقدر نقول بالفم المليان صار الله فينا. يا للعظمه الله معنا الله لنا الله فينا ما كانش ممكن ده كله يحصل بعيد عن المسيح. احبائي المشاهدين هل تحن في داخلك لخبره روحيه جديده خبره متميزه مشبعه بدل التدين الشكلي بدل التدين اللي مملوء بالروتين المميت هل تشتاق الى هذه الخبره ان تشعر ان الله معك تراه وتستمتع به وانه لك في صفك وبررك وقدسك ويعمل من اجلك ثم تشعر ان الله فيك بل تختبر ان الله فيك هذا ما يعمله المسيح وهنا ناتي للسؤال اللي طرحه الرسول التحدي اللي ملوش رد اللي ملوش اجابه ان كان الله لنا أو معنى بحسب الترجمة بتاعتنا، فمن علينا؟ إذا كان الله وصل في موقفه منا إلى هذا الحد، فمن علينا؟ من؟ من يخيفك؟ مرض، شدة، ضيق، جوع، ظلم البشر، قوانين الناس، هياج الشيطان، من ضدك؟ من ضدك إن كان الله معك؟ في سفر الخروج أصحاح 14 قصة جميلة أوي واحنا اعتقد ان احنا عارفين انه قصة خروج بني اسرائيل من ارض مصر بتصور قصة الخلاص بتاعتنا واول مرة نقرأ عن ترنيمة خلاص وحكاية خلاص كانت في خروج 15 وكانت قصة جميلة جدا جدا في التفاصيل بتاعتها وهي تصور قصة خلاص يكفي بس ان انا اقول مثلا في البداية طلعوا من ارض مصر على اساس الدم خروف الفصح اللي اتذبح ورسول بولس علمنا وقال ان خروف الفصح ده كان رمز للمسيح. لكن الحقيقه هم ما خلصوش بس بخروف الفصح. لكن خلصوا بخروف الفصح وعبور البحر الاحمر. علشان يطلعوا من العبوديه اللي كانوا فيها كان لازم الاثنين. في ليله مرعبه ضرب الله كل بكر في ارض مصر فجاء المهلك وعبر وشاف الدم وما قدرش يدخل البيوت اللي عليها الدم. الكتاب يقول لنا التعبير الجميل ان الله قال ارى الدم واعبر عنكم عمل حمايه الرب على البيوت المرشوشه بالدم وطلعوا بني اسرائيل والمهلك ما مسهمش بس بعد ما طلعوا فرعون لحقهم وكان يريد ان يسترجعهم وهناك وقفوا وصرخوا وحسوا انهم اتزنقوا وحسوا انه ما فيش امل وابتدات الدموع وابتدات الصرخات وحسوا ان الخلاص اللي اختبروه ملهوش معنى لانه مكملش وكانهم بيقولوا يا فرحه ما تمت طلعنا من ارض مصر فرحانين لكن ما لحقناش ثلاث ايام ودينا مزنوقين زنقه مره وهم واقفين عند البحر نظر موسى وراى ان البحر امامه وراى ان العدو خلفه وراى ان الطريق مغلق عليه من الجانبين ماذا يفعل موسى في ذلك الوقت صرخ الى الرب الشيء الجميل بقى هنا يجي السؤال اللي احنا بنطرحه الرب يقول له ما لك تصرخ إلي الحقيقة أنا لما قريت الآية دي قلت يا رب يعني ده سؤال عجيب أو تسأله لموسى وأعتقد أن أنا لو ما كان موسى هرد أقوله ما كنتش أصرخ في اليوم الأسود اللي, اللي أنا فيه ده وما أصرخ إمتى هو في موقف أصعب من اللي أنا فيه ممكن إنسان يدخل فيه معايا شعب حوالي 2 مليون نفس في رقبتي اطفال وكبار ونساء وشيوخ واتزنقت الزنقه المره وهو فرعون هيسترجعنا تاني ومش عايزني اصرخ كان الرب يريد ان يقول له ان المساله مستحيله عليك صعبه عليك لكن لماذا تنسى امكانياتي يا موسى مالك تصرخ الي اضرب البحر اضرب البحر حد سمع حد شاف يا رب هحل المشكله العصيبه اللي انا فيها دي بان اضرب البحر يعني ايه اضرب البحر قال له مد ايدك على البحر وأتخيل الرب بهدوء شديد بهدوء شديد مش بعيد يا احبائي كان المنظر ده قدام عينين بولس وهو بيكتب هذا التحدي ان كان الله معنا فمن علينا كان الرب مع موسى كان له كان في صفه امام فرعون وجيوشه امام البحر اللي بيمنعهم كان كان كل شيء ضده لكن كان الرب معه ماذا كانت النتيجه؟ قال له مد ايدك على البحر وأول ما مد ايده على البحر المخرج الريح من خزائنه أرسل ريحا قوية للغاية شقت مياه بحر صوف وجعلت البحر ينفلق وعبر بنو اسرائيل في وسط البحر كأنه على اليابسة وأول ما عدوا الناحية الثانية ابتدوا يغنوا رنموا للرب لأنه قد تعظم الفرس وراكبوا ترحما في البحر غاصوا كالرصاص في مياه غامرة إخوتي الأحباء ده اللي عايز بولس يقوله وده اللي نفسي ان خبر الانجيل المفرح يملاكم بيه في نهايه هذه الحلقه ان كان الله معنا فمن علينا بس المهم انك تجيله تدخل في شركه معاه تغتسل بدمه تطلب خلاصه تستفيد من موت المسيح الكفاري بعيد عن المسيح الله ضدك مش لانه بيكرهك بالعدل لانك خاطي اذا احتميت في موت المسيح يتحول الله من ضد لك الى في صفك ومعك وعندئذ تستطيع ان تقول من علينا والى ان القاك في حلقه اخرى الرب معك